إلى ذلك أشاد محافظ كربلاء المقدس صيف الخطاب بجميع المؤسسات والدوائر الحكومية والقوات الأمنية والحشد الشعبي والهيئات والمواكب في تقديمهم أفضل الخدمات للزائرين ولإنجاح خطة زيارة الأربعينية. كربلاء المقدسة تشهد هذه الأيام دخول ووصول ملايين الزوار من داخل العراق ومن خارج العراق. هذه الجموع المليونية المعزية الزائرة لمرقد سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس تحظى برعاية كبيرة من لدني كل من تواجد هنا في كربلاء المقدسة. الخطط الأمنية والخطط الخدمية تسير بالرغم من الأعداد المليونية الهائلة، ولعله هذه الزيارة أكبر على مر التاريخ، تسير بشكل انسيابي، تسير بشكل جيد. هناك عمل وتضافر جهود من كل الجهات، من كل العناوين، من كل الفعاليات. فرقة العباس القتالية اشتركت وبكثافة كبيرة هذا العام ضمن الخطة الأمنية. انتشرنا لتفتيش السابلة، نحن ننفذ الخطة الموضوعة من قبل قيادة عمليات كربلاء المقدسة، والتي بالنتيجة تنفذ الخطة التي وضعت من قبل قيادة العمليات المشتركة. المحاور الثلاث لدخول مدينة كربلاء كان لدينا انتشار في تفتيش السابلة، بالإضافة إلى محور الطوق الثالث كان لدينا هذا انتشار هذا العام، وهذه لأول مرة تكون. طبعا وقواتنا أيضا منتشرة في الجانب الغربي من منطقة الفاج إلى النخب. الحمد لله هذا العام نجحنا في نصب منظومة مراقبة ذكية متطورة كانت بدعم مالي وفني من قبل العتبة العباسية المقدسة.